السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل اللي بتشوفونا على قناة الإرث النبوي. السلام عليكم ورحمة الله وهدى السلام واسم الله السلام، وهو الصيغة التي نستخدمها في الصلاة والسلام على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. في مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بفتكر موقف واحد بس، موقف فتح مكة، وحواليه جيوش وحواليه زعماء وحواليه وفود ورؤساء قبائل وناس من كل حتة. يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة آتية من بعيد ويذهب إليها ويفرش بردته الشريفة على الأرض ويجلسان عليها ساعة. الصحابة مستغربين جدا، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخلص مع هذه المرأة فتقوم وتشكره وتمشي. الصحابة يسألون من هذه يا رسول الله؟ قال صاحبة من صويحبات خديجة. قال الصحابة ففيما كنتما تتحدثان؟ قال كنا نذكر الأيام الخوالي. هذا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان القائد الحبيب المحب الزوج الوفي. صلى عليك الله كما تنبغي لك الصلاة يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.